السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة تأمس على الجمعة لتعليم تكاثر نباتات الزينة. أولا لا تنسونا الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس ليصلك ما هو جديد من فيديوهاتنا. ولو أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بلايك أو بشير. شرحنا قبل كده نبات الكازاليزم من النباتية، بيحتاج نبات كازاليزم نسبة ظل. نبات الكازاليزم يتميز بأوراقه اللامعة ويعطي رائحة جميلة لو اقتربنا منه، وشرحناها قبل كده طريقة القص بالطرفية. النهاردة هنتكلم عن طريقة القص بالعقلة الوسطية. بالعقلة الوسطية بنستخدم التربة المستخدمة اللي هي التربة البطنس اللي هي الخفيفة، ما بعملهاش في تربة طينية، بتبقى نسبة النجاح ما بتبقاش كويسة معانا، علشان كده بنجيب لها تربة البطنس. وهنوريكم البطنس بنعبيلها كوبايات صغيرة او اكياس نص. بتتم عملية القص، وهنشرح دلوقتي عملية القص وعملية الهرمون وعملية الزراعة. تابعونا الى نهاية الفيديو وتعرفوا على طريقة الاكسار من نبات الكازاليزم اللامع. قدام حضراتكم طريقة قص الكازاليزم. بكعب من تحت كده، ما بطولش العولة لان عولة قصيرة، يعني 10 سنتي لـ15 سنتي. بقص عولة وشوشة، الشوشة بتنفع معايا برضك. ايوه، بنضف تحت وبسيب فيها 3 أو 4 ورقات من فوق بالطريقة دي. ادي طريقة القص بالعقلة. ايه ادي العقلة. بعد كده بغسلها بالمية، وبعد الغسيل بالمية بطهرها بروزريكس المبيد الفطري عشان البياض دي حضرات، البياض اللي موجود في الشغيرة ما يأثرليش وما يعملليش عفونة تحت الحضانة. بغسلها بالمية كويس، وبعد كده بدخلها عملية تطهير بالمبيد الفطري اللي هو الروزريكس، شرحنا قبل كده روزريكس. وبعد كده ببدأ عملية الزراعة، وهوريكم طريقة عملية الزراعة والهرمون. لازم نهرمن نبات الكازاليزم عشان بيتأخر في التقدير، مدة التقدير تتراوح من 40 لـ50 يوم. تابعونا وتعرفوا على طريقة الزراعة. زي ما ظهر معانا في الفيديو، ادي طريقة تحضير التربة اللي هي البطنس اللي هي دي، بحط عليها نسبة من الرمل بحيث ان الرمل ما يبقاش كتير في البطنس. وبعد كده بعبيها في القسيس الصغير ده او في كيس. دي طريقة التربة المستخدمة في تكاثر نبات الكازاليزم. لازم نعمله في تربة اللي هي البطنس، ما معملوش في تربة طينية. التربة اللي هي الطينية ديت ما بتنفعش، انا عايز تربة خفيفة اللي هي البطنس افضل من التربة الطينية. دي طريقة التعبيد القصيص الصغير زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو. وادي هرمون الاندول بهرمون بي بيساعد على التقدير. وادي معايا العقلة، ادي العقلة. هنوريكم طريقة الزراعة. بعوص من تحت كده الساق من تحت كده، وبغرزها في القصيص اهو. بعد كده بعمل ليه عملية حضانة اللي هي اتكلمنا عليها قبل كده. بشد بلاستيك وبحط عليه نسبة من الظل. دي طريقة الاكسار من نبات الكازاليزم. النبات ده من نوادر، لسه ظاهر جديد يعني معانا. لو اول مرة تشوفه ما تستغربش. ادي طريقة الزراعة زي ما واضح معانا في الفيديو. ولو في اي استفسار ابعتولي في الكومنتات وهرد عليكم. اهو نبات الكازاليزم يتكاثر في بداية شهر واحد او من بداية منتصف 12 بالعقلة الوسطية اللي هي دي وبالشوشة.
الشوشة اللي هي الطرفية، طرفية العود، الاتنين بينفعوا معانا. لو عملنا عملية إكسار في الصيف ما بتنفعش عشان جربناها قبل كده وما نفعتش معانا. ادي طريقة الزراعة، وهنوريكم طريقة التغطية وعمل الحضانة ووضع نسبة ظل فوق الحضانة. تابعونا إلى نهاية الفيديو وتعرفوا على طريقة عمل الحضانة على شد بلاستيك شفاف. لو ما عندك سياخ حديد ممكن تعمل بأي أنوز توت، بتبقى زنزام نفع كده بنسميه عندنا نفع أو حضانة. بعد كده بحط بزلي على العقلة من أشعة الشمس. انتظروني في فيديو جديد من قناة موسى عجوم على تعليم تكاثر نباتات الزينة. انتظرونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.